حياكم الله. عقدان من ماذا؟ مشورة أم وصاية؟ منفعة أم مضرة؟ وجود غطاء شرعي لو لا؟ ونواياه المبطنة غير السليمة؟ حوارات في العلن وشبهات في الخفاء، وفي الحالتين تدخلات لا تكفلها القوانين ولا تحميها الأعراف، لكنها تمضي بتنسيق النفوذ مع بعض الأطراف. استقرار غاب لسنوات لضمان البقاء والحفاظ على الهيمنة. حضور عقد الأزمات زاد الطين بلة. أما اليوم فالعراق القادر المقتدر حافظ لمكانته وباسط لأمنه ورافع رأس ماله المستقر ومنفتح إقليميا ودوليا وما يبحث عن الوساطات ولا يدفع الكوميشنات. أما من اتهمت بقضايا الرشاوة والفساد ووضعت اليد في جيوب المستثمرين والتجار ووهبت المقدرات وفق نسب الفوائد والتمدد فلا وجود لها في أرض الرافدين المستقلة. حديث ملفنا الأول راح يكون عن طلب الحكومة العراقية بإنهاء المهمة السياسية لبعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول نهاية العام 2025. وينضم إلينا في هذا الملف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر. حياك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا أيضا الدكتور وائل البياتي. حياك الله دكتور. أبدأ معك دكتور صالح، ما هي الأبعاد لطلب العراق بإنهاء بعثة اليونامي في حلول نهاية العام 2025؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام. حيا. بالتأكيد موضوع المنظمة حقيقة التدخلات المنظمية والإقليمية في العراق ما بعد عام 2003 لها أبعاد حقيقة خطيرة جدا، أبعاد سياسية وحتى فيها جوانب اقتصادية، ولدينا حقا مثال سابق حتى في تسعينيات القرن العشرين في زمن ما قبل 2003 كان لك شبهات فساد في مع الجانب الأممي بما يسمى بمذكرة الغذاء والدواء مع العراق، واعتقد انه كانت هنالك حقا حتى صدر فيها بعض الجوانب التحقيقية امميا، وبالتالي حقا هكذا بحثاتية يشوبها الفساد حقا ويتبعها الفساد الاقتصادي والسياسي باعتبار هنالك تدخلات حقا هي السافرة في بلد ذات سيادة. وأعتقد أنه معنى ذلك أنه عندما تدخل هكذا بحثات أممية في بلد معنى ذلك أنه منقص السيادة، وهذا يتعارض مع دستور العراق لعام 2005، وبالتالي موضوع خروج العراق أيضا من البند السابع. لكن يقول لك العراق لا زال أكو بعض الشروط تحت البند السابع. نعم، من يعني حقيقة من يقرر العراق ما زال هو حقيقة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي حتى حقاً تكون تكريس للواقع العراقي السياسي والاقتصادي ولمقدرات البلد لحساب حقيقةً ما يسمى بالقطب الأوحد وحقيقةً طريقة إدارته للملف العالمي اسمى ملف الشرق الأوسط وملف العراق تحديداً. وهذه أعتقد هو يخالف القانون الدولي وأيضاً يخالف القانون الدستوري حقاً باعتبار أنه هناك حقاً العراق بلد لديه دستور ثابت ولديه حقيقة يستطيع من خلال حقيقة إقامة انتخابات حرة ونزيهة وهي تجربة ديمقراطية رائدة في العراق، وأعتقد أنه لدينا مخرجات إيجابية في موضوع حكومات وبرلمان، وبالتالي هكذا حقيقة تكريس لواقع الفساد ولتغلغل حقيقة الجانب الأممي في السلطة العراقية بشقيها التنفيذي والتشريع. نعم. أستاذ وائل أرحب بحضرتك باعتبارك أستاذ بالقانون الدستوري في جامعة بغداد وحضرتك مختص في هذا الشأن.
ما هي دستورية هذه الخطوة؟ في البداية أحييك وأحيي مشاهدي قناة كرام والضيف الكريم. واقعا أن مسألة طلب الحكومة بإنهاء عمل بعثة المساعدة الخاصة بالأمم المتحدة الموجودة في العراق وفقا لأحكام الدستور هي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، والطلب قدمه السيد رئيس الوزراء بناء على المعطيات الموجودة على أرض الواقع فيما يتعلق بالعراق بالعلاقة بين العراق والبعثة الأممية. نحن نعلم أنه في جانب القانوني البعثة الأممية موجودة بموجب سند قانوني كان صادر راجع على القرار 1500 لعام 2003 عندما أوكل مجلس الأمن هذه المهمة إلى بعثة لمساعدة السيد الأمين العام فيما يتعلق مسألة الانتقال الديمقراطي بالعراق باعتباره كان قد خرج للتو من الحقبة الاستبدادية. بعد ذلك أصبحت مسألة تفويض هذه البعثة بناء على طلب يقدم سنويا من قبل الحكومة العراقية لمدة سنة، وآخر تخويل منحت في هذا البعثة كان نهاية آيار العام الماضي، وبالتالي يعني نهاية هذا الشهر حتى أفهم العراق يقدم طلب منه حتى تبقى بعثة اليونامي سنويا يقدمه إلى السيد الأمين العام ليتم عرضه على مجلس الأمن باعتبار أن العراق يحتاج بقاء هذه البعثة. الآن العراق يرى أن مسألة وجود البعثة أصبح لا حاجة له في بعض الجوانب خصوصا ما يتعلق بالجانب السياسي، وبين العراق بشكل واضح وصريح في الرسالة التي بعثها السيد رئيس الوزراء إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك حاجة للعراق فيما يتعلق بجوانب ثلاثة، وهي جانب الإصلاح الاقتصادي، وجانب ما يتعلق بالتغييرات المناخية، وجانب ما يتعلق بالتنمية. حسنا فعل السيد رئيس الوزراء أن أشر إلى هذه الجوانب الثلاثة التي العراق فيها بحاجة إلى الدعم الأممي فيما يتعلق بهذه الأمور، خصوصا ما يتعلق مسألة التغيير المناخي. العراق واحد من أكثر بلد العالم تأثرا بمسألة التغيير المناخي، وبالتالي العراق دعا إلى أن يتم تركيز بعثة الأمم عملها على الجوانب الثلاثة الموجودة حاليا وإنهاء عملها نهاية العام 25 القادم، وبالتالي أن العراق ليس لديه مانع ببقاء البعثة في استكمال برامجها طيلة هذه الفترة انتهاء إلى نهاية العام 25. زين، شنو إنهاء المهمة السياسية؟ هسه حضرتك ذكرت ثلاث جوانب يجب التركيز عليها من قبل بعثة اليونامي، يعني لقاء بلاسخارت مع شخصيات سياسية عراقية هذا أمر كان غير قانوني وغير دستوري؟ سابقا مجلس الأمن سنويا عندما يقوم بعملية تجديد إلى بعثة المساعدة يقوم بمنح بعض التفويضات لهذه البعثة، من بين هذه التفويضات مسألة العمل السياسي. الجانب السياسي يتضمن قيام البعثة بعملية حوار فيما يتعلق بضمان الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي على مستويين، المستوى الحكومي أي التقاء بالسلطات الحكومية لمسألة الحوار وتبادل الآراء معها، وأيضا على المستوى المحلي أو ما يسمى بالمستوى الشعبي. العراق كانت لديه ملاحظات على بعض لقاءات السيدة بلاسخارت في هذا الجانب، وأشر إلى أنها ذات بعد سلبي وليس إيجابي فيما يتعلق بعمل البعثة، وأيضا هناك جوانب سياسية أخرى فيما يتعلق بعمل البعثة وتقديمها المساعدة فيما يتعلق بالانتخابات، وأيضا عملية إعادة النظر بنصوص أحكام الدستور. كل هذه كانت تدخل في مجال التفويض السياسي. العراق الآن يرى أنه الاستقرار السياسي طيلة الفترة الماضية يؤشر إلى عدم حاجة العراق إلى قيام البعثة بهذه المهمة في هذا الجانب، علما أن بقاء البعثة إلى نهاية 25 يعني أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى والبعثة موجودة، بمعنى وجود رقابة أممية على هذا الجانب، وهذا مؤشر إيجابي أيضا على مسألة الاستقرار. طيب أستاذ صالح، إنهاء بعثة اليونامي مهمتها السياسية هذا راح يأثر على الوضع السياسي بالعراق؟ سيؤثر إيجابا وليس سلبا، وبالتالي هي حقيقة يؤثر إيجابا وسلبا. نعم يؤثر إيجابا وليس سلبا، باعتبار أعتقد أن وجهة نظري كمختص في العلوم السياسية موضوع حقيقة تدخلات بلاسخارت هو تدخل حقيقة فيه جوانب طائفية كثيرة جدا. أشار الدكتور موضوع اللقاءات يجب أن يكون مع الجانب الحكومي فقط، وحقيقة وبالتالي يتذهب إلى حقيقة أحزاب سواء كانت هذه الأحزاب قابضة على السلطة أو غير قابضة على السلطة. بس هي ما تروح لهم من تلقاء نفسها، أكيد تجيها دعوة وهي راح تروح. نعم نعم، حتى إذا جاءتها دعوة المفروض هي تلتزم بالقوانين حقا الدولية، وبالتالي لا يمكن حقا أن تكون إلا بموافقة الحكومة، ولكن للأسف كل الحكومات حقا السابقة تسمح بهذا حقا بهذا الخرق، باعتبار هو خرق حقا للقوانين الداخلية وللدستور العراقي. في أي دولة لا يمكن حتى السفير لا يمكن أن يتحرك إلا بموافقة حقيقة. هي مو بالعراق، بالحكومات السابقة من وجهة نظرك وباعتبارك مختص،
فلاس خان قدرت تنطي مناصب لبعض الشخصيات بالدولة؟ بالتأكيد يعني حقاً أثرت كثيراً في الحصول بعض الشخصيات على المناصب، وأثرت كثيراً بحقاً حتى هنالك بعض المجرمين من السياسيين حقيقة تغاضت بعض الحكومات عن هذا الموضوع عن طريق بلاس خارت، وأعتقد عن طريق حقا أنه استطاعوا الوصول إلى بلاس خارت وبحثته الأممية عن طريق حقا شراء الذمم بالمال العام العراقي السائب الذي يحتاج إلى حقيقة إلى وسيلة لحقيقة لرد هكذا تصرفات، وبالتالي أصبح حقيقة الساسة والبحث الأممية بعض الساسة حتى نكون منصفين من ضعفاء النفوس، والبحث الأممية حقيقة هم موضوع رصد أموال العراق حقيقة السائبة، وبالتالي كان هناك حقيقة فساد أممي بمعاونة أو بمعونة عراقية من قبل بعض الساسة، وبالتالي وصلنا إلى ما هو علينا. زين، يا ترى بلاس خارت بعد إنهاء مهمتها السياسية راح تترك الوضع هالشكل؟ يعني راح تتقبله بكل سهولة؟ وأنت كل زين تعرف أكو كومبشيات بعض الأحزاب وأكو شخصيات فاسدة كما يعني ذكرت حضرتك. هي قبل أعتقد أن قبل شهرين هي أشارت نفسها بلاس خارت في عندما احاطت حقتن الامم المتحده ومجلس الامن بحاطتها الاخيره، قال ستنتهي مهمتنا في العراق، وبالتالي كانت اعتقد انها نوهت الى ان تكون هناك تجليد لهذا الموضوع، ولكن اعتقد انه طلب السيد رئيس الوزراء القش التي قسم ظهر البعير، وبالتالي سينتهي دور المبعوث الامميه، واعتقد ان العراق يستطيع من خلال اذا كانت لديه ملفات فساد ان يقدم حقيقه دعوى قضائيه امميه على سيده بلاس خارت، وبالتالي ممكن ادانتها ومنكم ان تحاكم في موضوع فساد. هذه النقطه اتوجه بها الدكتور وائل. دكتور وائل، بعثه اليونامي من زمان عندها ملفات شبهات فساد كثيره، لكن ماكو حكومه عراقيه قدرت تتخذ قرار بهذا الشان وتقدم دعوه كما تفضل دكتور صالح. اليوم ممكن احنا نقدم هاي الدعوه وهذه الشكاوى؟ للتأكيد أن كل موظف أممي هو يتمتع بالحصان الدبلوماسي في مواجهة الدولة اللي يعمل فيها، لكن هذا لا يعني أنه هو محصن دبلوماسيا أمام المنظمة التابعة لها سواء كانت أمم متحدة أو غيرها من الوكالات الدولية، وبالتالي في حال وجود أدلة ومستندات على قيام أي موظف مهما كان حجمه مهما كانت مرتبته في البعثة الأممية وشبهات فساد أو استغلال نفوذ للحصول على أموال، بالإمكان تقديم هذه الملفات إلى الأمم المتحدة، وبالتالي سيتم إخضاعها إلى عملية مساءلة داخل المنظمة باعتبار أن هناك نظام تأديبي متكامل يحكم هؤلاء المنظفين أمام البعثة، ويمكن محاسبتهم على أساس إذا ما ثبت يمكن محاسبته جزائيا. بس لازم العراقي يقدم دعوة. بالتأكيد ينبغي أن يبادر الحكومة العراقية أو يبادر أي شخص يملك مثل هكذا مستمسكات إذا كانت متوفرة لديه، حتى إن لم تقدم الحكومة آنذاك بإمكان محاسبته متى ما ثبت مثل هكذا خرق. بصراحة أيهما أكثر قانونية، وجود بعثة اليونامي بشكل سياسي ومهمتها السياسية لو عدمه؟ واقعا أنه إذا نظرنا إلى عمل البعثة منذ عام 2003 لحد الآن، البعثة في بداية عملها قامت بعمل وجود كبير فيما يتعلق مساعدة العراق، سواء في الانتقال الديمقراطي، عملية كتابة الدستور، فترة الاحتراب الطائفي اللي حصلت كان الدور أساسي لبعثة الأمم بتعديل مركز العراق. في الفترة الأخيرة أصبح الدور الذي تمارسه محل انتقاد من قبل الجمع لوجود آثار سلبية عدم نقل الصورة كاملة من بداية حركات تشرين، يعني تقريبا قد يكون حتى قبل احتجاجات عام 2019 كان هناك مؤشرات سلبية على عمل السيدة بلاس خارت في الجانب السلبي سواء في المستوى الشعبي أو بالمستوى الحكومي. مثل شنو باعتبارك مختص دكتور؟ في كثير من الأحيان كان يؤشر إلى أن السيدة بلاس خارت لا تقوم بنقل الصورة متكاملة باعتبار أنها ملزم بتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة دوري فيما يتعلق مهام عملها، وبالتالي هذا العمل عدم نقل الصورة كاملة يؤدي إلى وجود صورة منقوصة، وبالتالي قرارات الأممية أو القرارات اللي تتعامل مع الدول الأخرى مع العراق تكون على أساس الصورة المنقولة، بما أنها كانت منقوصة كانت القرارات لا تكون في جانب العراق في كثير من الأحيان. طيب دكتور صالح، بصراحة هسه بلاس خارت بعثتها ومهمتها السياسية بالعراق انتهت، هذا ما راح يخلي بعض الأحزاب السياسية اللي كانت متعكزة على بلاس خارت في التدخل، وخاصة احنا شفنا الحوارات المكثفة اللي صارت عقب احتجاجات تشرين مع السياسيين العراقيين، هذا راح يأثر سلبا على العراق على حكومة السيد محمد الشاعر السوداني لو لا؟ اعتقد انه السيد محمد الشاعر السوداني يتحرك بطريقة ستيب باي ستيب للوصول الى المخرجات السياسية لا سيما في جانبها الدولي، نجح على الجانب الاقليمي العربي وعلى الجانب الاقليمي غير العربي، وتوجه الى المسار العالمي، وهو اعتقد انه بيسير خطى ثابتة. أعتقد أن السيد السوداني يلعب بنظرية حقيقة
النظريه غير الصفريه، الولايات المتحده الامريكيه تلعب بالنظريه الصفريه وهي حقد الاقوى يحصل على كل شيء والاضعف يحاول ان لا يحصل على شيء. السيد السوداني لا، لعب اللعبه الغير الصفريه وهي ان يكون هناك حقيقه منافع متبادلة ما بين الصغير والكبير حتى لو كانت بنسبة متفاوتة. أنت تتحدث عن جانب السيد محمد الشاع السوداني، أنا أتحدث عن الجانب الأمريكي، راح يتقبل هذا الموضوع برحاب الصدر وهو باسط نفوذه وإلى إيد بالدولة العراقية وتأثيره على بعض الأحزاب من هذا الباب؟ نعم، أعتقد أنه السيد محمد الشاع السوداني ذكي جدا عندما يعني أخذ هكذا قرار. لابد لديه حقا موافقات مبدئية لهذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن يخطى خطوة. وأعتقد أن تكون هناك انتقادات أممية لحكومة السيد السوداني، وأعتقد أن الأمر سيذهب بالاتجاه الصحيح وستكون هناك حقيقة وسيكون خروج للبحثة وإنهاء مهامها، وأعتقد أنه سيكون تأثيره إيجابيا للعراق وسلبا على الأحزاب التي لا تريد حقيقة أو تعمل لصالحها الخاص. نعم، من هي الأحزاب من وجهة نظرك التي لا نستطيع أن نسمي الأحزاب، ولكن الأحزاب التي حقيقة تسعى إلى المنفعة الخاصة والمنفعة الإقليمية على حساب المنفعة الوطنية العراقية؟ أنت من قلت الأقليمية بينت. طيب دكتور وائل، العراق خرج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، طيب ليش العراق بعده تحت الوصاية الدولية؟ واقع أن العراق بعد خروجه من بند أحكام البند السابع تحول إلى أحكام البند السادس. طيب، سابقا نتيجة الهجمة اللي قام بها النظام السابق ضد دولة الكويت، خرق للمواثيق الدولية وانتهاك حرمة دولة ذات سيادة وجارة، أخذ على العراق باعتباره دولة مارقة إلى أحكام البند السابع، وكانت تشمل مسألة الحصار ومسألة منع التعامل معه دوليا بحدود. بعد التغيير اللي حصل نتيجة الانتقال الديمقراطي داخل العراق والاستقرار الأمني وعدم تأثيره على المحيط الخارجي، تم تحويل العراق من أحكام البند السابع إلى أحكام البند السادس، وبالتالي خفت القيود على العراق بشكل كبير، وهذا اللي دعا الحكومة في الوقت الحاضر إلى الذهاب إلى مجلس الأمن وتقديم طلب إلى السيد أمين العام بإنهاء عمل البعثة. وعلى أثرها قام السيد الأمين العام بتكليف أحد الدبلوماسيين في بعثة الأمم المتحدة وهو سفير الألماني السيد فوكلر بيف بتقييم إجراء عملية تقييم استراتيجية واسعة لعمل البعثة داخل العراق، تقديم تقريره إلى السيد الأمين العام والذي سيتم مناقشته الأسبوع القادم. في ضوء تقرير السيد بيف بين أن هناك عدة أمور، قال أن وجود البعثة ضروري للحفاظ على استقرار وأمن العراق، وقال أن هناك إمكانية للقيام بعملية انتقال تدريجي ومتوازن لأعمال البعثة إلى الحكومة العراقية أو إلى الوكالات الخاصة بالأمم المتحدة كاليونسكو واليونسيف واللي تتعامل بشكل عادي مع كل دول العالم. وبالتالي قال أنه من الممكن أن تنهى أعمال البعثة في شهر السادس عام 26، ما معناه ليست هناك فترة بعيدة، مجرد 6 أشهر بين ما طلبه العراق وبين ما حدده المبعوث الأممي أو سفير بيرث اللي خول من قبل الأمم المتحدة بهذا الجانب. بالتالي هناك نوع من أنواع التوافق بين الرؤية الأممية وطلب العراق بإنهاء عمل البعثة، وإن كان هاي فترة 6 أشهر فقط، سيد بيرث قال أنه ينبغي أن تستمر عملها لهذه الفترة. أعتقد أن القرار بعد استعراض اللي سيقوم به الأسبوع القادم سيتم عرضه على مجلس الأمن لتحديد مهام هذه البعثة بشكل نهائي. دكتور صالح، هسه العراق من أكبر المتضررين من التغير المناخي، طيب تتوقع بعثة الأمم المتحدة اليونامي راح تعمل على أنه يكون العراق بعيد وبمنأى عن هذه التغييرات بمساعدته بطريقة ما، لو أيضا راح تفشل؟ العراق حقا لديه التزامات دولية وقانونية ومعاهدات فيما يتعلق حقا وفي موضوع المناخ، وبالتالي يستطيع حقيقة أن يتعامل في هذا الموضوع عن طريق وزارة الخارجية العراقية وعن طريق رسم السياسة الخارجية من قبل رئيس الوزراء العراقي. وبالتالي أعتقد أنه موضوع الجانب حقيقة الأممي في موضوع اليونامي وفي موضوع ما يخص حقا ما يتعلق في سؤالك هو موضوع ثانوي، باعتبار هنالك لدينا حقيقة منظمات أخرى تعمل في هذا الجانب، لذلك يستطيع العراق عبور هذه حقيقة المرحلة وأن يتفاهم مع بعثة اليونامي. وإن كان ثانوي لكن لها تأثير كبير. التأثير الكبير هي لا توجد بحثة حقيقة في باقي الدول، لماذا العراق هكذا تكون هذه الدولة وهي نوع من الوصاية على العراق، وبالتالي يستطيع العراق الخروج من هذه الوصاية بكافة تفاصيلها، والعراق دولة ذات سيادة يستطيع حقيقة أن يتعاقد
مع الجانب الأممي عن طريق حقا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظماته والخاصة حقا في هذا موضوع. طيب بعد من وجهة نظرك ليش أبقينا على مهمة اليونامي بمجالات أخرى غير السياسية لما هو العراق بلد ذا السيادة؟ إذا نحن ليش محتاجيهم؟ قد تكون فرضت على الجانب العراقي هكذا حقا بقى باحتبار هناك جوانب اقتصادية وفنية غير السياسية، والعراق حقا لا يستطيع أن يتخلص يعني بصورة مباشرة، بالتالي طريقة ستيب باي ستيب هو نوع حقيقة من الدبلوماسية العراقية للحصول على المنجزات بطريقة حقيقة سلسة وبدون حقيقة إزعاج بعض حقيقة الأصدقاء معهم. زين الإصلاح السياسي الاقتصادي جزء من هذا؟ يعني والله لازم نبقي بعثة اليونامي تساعدنا بالإصلاح الاقتصادي حتى يعني لا نعرضهم لطرد مباشر من العراق؟ أنا أقول لك رأي الشارع وبصراحة دكتور. نعم أعتقد أن لا، أنا من وجهة نظري كمختص إذا لو يعني العراق يستطيع فعل الكثير في هذا الموضوع، ولكن لا يستطيع حقيقة أن يعيش بمعزل عن الجانب حقيقة الأممي، وبالتالي يجب مراعاة بعض الجوانب حقيقة الدولية، وبالتالي العراق عندما أنهى الجانب السياسي باعتبار هناك تدخلات في الجانب السياسي من قبل بعثة اليونامي، انهاء وجودها السياسي غير وجودها الاقتصادي او الفني. الفني نستطيع حقا معالجته مع الجوانب الفنيه والدوائر المختصه العراقيه في ذات الاختصاص الفني، وبالتالي ستكون نظراء لهذه حقا الوكالات. الوكالات المتخصصه تعمل في كل دول العالم، ولكن ليس حقا لديها تاثير سياسي باستثناء العراق. العراق الان حاول ان يتخلص من الضغط السياسي. نعم. طيب دكتور وائل، تدخلات البعثه الامميه في الشان السياسي العراقي سابقا كانت لها آثار سلبية، هل أكو قوانين أو دساتير تمنع التدخل فيما يتعلق بسيادة الدول؟ بالتأكيد دائما ما تنصص الدساتير في دول العالم على مبدأ السيادة بالنسبة لكل دولة منع التدخل. لكن كما بينت قبل قليل أنه بعض الأمور اللي كانت تقوم بها البعثة الأممية كانت بناء على تفويض أمم، خصوصا في المراحل الأولى اللي كانت هذه بقانون بموجب تفويض من مجلس الأمن. نعم يعني هذا موجود ممكن في الدول ناقصة السيادة أو في الدول التي تحتاج إلى معونة أو مساعدة من الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الراعية للمجتمع. نعم. الدولي اللي تستهدف حماية أمنه وسلامته. واني حتى أفهم حضرتك تتذكر بشكل جيد صارت موجات غضب على بلاسخارت لأنه تتدخل بالشأن السياسي العراقي بطريقة مفرطة وكبيرة. سؤال لحضرتك، عدها تفويض حتى تتدخل لو ما عدها؟ هذه الجزئية بشكل واضح كما بينت قبل قليل أنه فترة سابقة حتى قبل احتجاجات تشرين كان هناك انتقادات لعمل السيدة بلاسخارت باعتبارها قد تجاوزت حدود التفويض اللي كان ممنوع لها، باعتبارها بدأت تتدخل في العمل السياسي خارج نطاق هدف البعثة الأممية. شنو حدود التفويض؟ يعني اليوم تفويض سابق احد حتى يروح يتحدث بالجانب السياسي، شنو حدود تفويض؟ التفويض السابق يعني كان ممنوح للسيده بلاسخارت كانت يتضمن اداره الحوارات فيما يتعلق بالجانب الحكومي والجانب الشعبي او ما يسمى بالجانب الوطني والجانب المحلي للوصول الى الحفاظ على الامن والاستقرار داخل الدوله. لكن في بعض الحوارات اللي كانت تجريها السيده بلاسخارت النتيجه كانت عكسيه، ادت الى هياج شعبي، ادت الى عدم استقرار داخل الدوله، وبالتالي هنا اصبحنا امام خروج عن الوظيفة اللي تقوم بها البعثة وهي المحافظة على استقرار الدولة. نعم. والمساهمة في انتقالها الديمقراطي بشكل أسرع، وهذا اللي أشر سلبيا على عمل السيدة بلاسخارت خلال الفترة الماضية. العراق منقوص سيادة لو لا؟ وفقا للأحكام الحالية بما أننا لا نزال تحت البند السادس هناك جزء من السيادة لا تزال غير مستكملة، لكن أعتقد أنه خلال الفترة القادمة ستستكمل سيادة بشكل كامل بالنسبة للعراق. لا زال المجتمع الدولي قد تكون لديه نظرة تخوف عن العراق نتيجة ممارسات الأنظمة السابقة، لكن الحكومات اللي مضت سابقا الحكومة الحالية تعمل بشكل جدي على تغيير هذه النظرة وعودة علاقات العراق مع محيطه الإقليمي ومحيطه الدولي بشكل أساسي، وهذا يؤشر بشكل جيد للحكومة الحالية بشكل طيب دكتور أساسي. صالح بصراحة بعثة اليونامي فادت العراقيين لو ضرتهم أكثر؟ يعني مثل ما تفضل الدكتور زميلي في البداية كان العراق في تجربة ديمقراطية حديثة وبالتالي يحتاج إلى التوجيه الأممي، ولكن حقيقة من وجهة نظري ما بعد انتصار العراق على داعش ما بعد 2014 أعتقد أنه انتفت الحاجة السياسية والتوجيه وحق تقريب وجهات النظر، والحوار هو أعتقد تدخل سافر من وجهة نظري كمختص في العلوم السياسية، لا يمكن لطرف حقيقة خارجي سواء كان هذا الطرف عربي أو إقليمي أو دولي حتى ولو كان لديه تفويض أن يتدخل في تقريب وجهات النظر السياسية، ما هو حقيقة كيف ما هي الصفة القانونية لهذا الموضوع، ولكن العراق أعتقد أنه يحاول
ألا حقيقة ألا يكون في صدام مع الجانب الأممي حتى لا يعود الفصل السابق. بس حضرتك قلت الولايات المتحدة مسيطرة على الأمم المتحدة. الولايات المتحدة بطريقة ما. طيب ما العراق راح يصطدم في بعض الأشياء اللي تطلبها الولايات المتحدة من العراق مثل التطبيع أو قانون الشواذ أو كل هذه المسائل. شو راح يتعامل العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي القطب الأوحد والذي يتحكم في العالم والأمم المتحدة. وبالتالي العراق حتى جزء بسيط من العالم ومن الشرق الأوسط وبالتالي محتل من قبل الجانب حقا الأمريكي وهذا هذه مشكلة كبيرة. محتل من قبل الجانب سياسيا حتى نعم الآن؟ سياسيا شلون سياسيا؟ احنا عندنا حكومة وعندنا سيادة ومستقلين. انا صريح جدا معك حتى يعني اعتقد اتحمل مسؤولية كلامي. التدخلات السياسية الخارجية لحتى هذه اللحظة في تشكيل كل الحكومات ورئاسات البرلمان وحتى وصلت إلى حقا موضوع القضاء والمحكمة الاتحادية وموضوع رئاسة الجمهورية فيها تدخلات إقليمية ودولية وهذه نوع حقا من السيادة المنقوصة. أنا حقا أعرف أنه جميع البلدان العالم هي لا توجد سيادة مطلقة باعتبار هنالك حتى في دول العالم هنالك شركات متعددة الجنسيات عابرة للوطنية وعبر الجغرافية ولديها أجندات مخابراتية وبالتالي لا يوجد بلد متكامل السيادة. لكن هنالك حقا نسب أعتقد العراق ما زال يعني 70% يحتاج إلى وصول 90% حتى يصل إلى 70% محتل سياسياً؟ لا نقص في السيادة 70% من وجهة نظري يعني قد يكون هذا الكلام غير صحيح. حضرتك أنت مختص نعم تقرأ في الشيء يمكن إحنا ما نقرأ كمتلقين 70% أنا أعطيت الأكثر 70% بالنسبة للعراق قراره حقيقة السيادي الخارجي فيه تدخلات 30% حتى الآن وهذه مشكلة إذا حتى الآن لأنه أجندات لازم يعبروها على العراق باعتبار جزء من المنطقة. أي رغم حقيقة رغم وطنية السيد محمد الشيع السوداني أنا حقا لا أريد أن أمدحه كثيرا ولكن هذه حقيقة رغم وطنيته الكبيرة جدا استطاع حقيقة أن يصل إلى مقتربات سياسية واستطاع أن يؤشر لمواضيع داخلية حقيقة وحتى استطاع أن يتفاوض بطريقة قوية باعتبار الداخل متماسك والجميع حقيقة أعطاه وخوله أن يكون حقيقة رئيس وزراء عراقي ناجح وفعلا هو لحد هذه اللحظة رئيس وزراء ناجح ولديه مهنية في إدارة الملفات الخارجية. نعم. دكتور وائل بصراحة العراق راح يقدر ينتصر قضائيا بكل هذه الملفات كونه بلد منقوص السيادة كونه تحت الوصاية الدولية ممكن نوصل إلى آلية معينة لإنقاذ العراق من هذه التدخلات؟ بالتأكيد العراق شيئا فشيئا يسعى لاستعادة مكانته في المجتمع الدولي. نعم. يسعى إلى أنه يكون له تأثير في محيطه الإقليمي وأيضا يكون جسر للتواصل وحل الأزمات داخل المنطقة. طيب. وهذا ما أثبته خلال الفترات الماضية بشكل أساسي. نعم. أنا أعتقد أنه الأسبوع القادم بعد عرض التقرير السيد فوكلر أمام مجلس الأمن العراق سيحقق خطوة أساسية ومهمة فيما يتعلق بعلاقته مع البعثة الأممية. وأعتقد بشكل كبير أن صيغة التفويض الدولي اللي كان يمنحنا البعثة سيتم تغييرها وفقا لما طلبه العراق أي التأكيد على الجوانب التنموية والتغييرات المناخية والإصلاح الاقتصادي وفقا للطلب اللي قدمه السيد رئيس الوزراء. وأعتقد أيضا حتى مسألة المدة إن تعدت إلى العام 26 ما معناه أن مسألة إنهاء عمل البعثة سيكون هو منتصف عام 26 هو آخر أو أقصى مدة يمكن منح فيها التفويض باعتبارها هي المدة التي ستشكل فيها الحكومة القادمة بعد إجراء انتخابات نهاية العام 25. وبالتالي أعتقد أننا متجهين نحو استكمال كافة جوانب السيادة للدولة العراقية بشكل أساسي أمام المجتمع الدولي. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور وائل البياتي حياك الله نورتنا في حلقة اليوم. دكتور صالح راح تبقى معنا إن شاء الله على الملف الثاني. إذا ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول طلب الحكومة العراقية بإنهاء المهمة السياسية لبعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول نهاية عام 2025. لنتابع.
حديث ملفنا الثاني راح يكون عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. بالأغلبية الساحقة 143 دولة تدعم المضي في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة والوقوف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. ويجدد العراق موقفه ودعمه الكامل في أي قرار يصب في مصلحة فلسطين. فوز دولة فلسطين بالعضوية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا يعتبر نصر وإنجاز كذلك للقضية الفلسطينية، كذلك بفضل دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين وانتصاراتها يعني المعروفة في الساحة الفلسطينية. كذلك احنا لا ننسى ان هناك مواقف داعمة من قبل العراق للقضية الفلسطينية باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، لذلك كان موقف العراق كذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة موقف مشرف ومساند للقضية الفلسطينية. Free Palestine and vote yes for the resolution and I thank you so much. 9 دول تعارض و25 امتنعت. هذه حصيلة التصويت في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. فهذا يوم تاريخي. ويرى مراقبون أن الدول المرتبطة سياسيا واقتصاديا مع إسرائيل تعارض على القرار الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قبول عضوية فلسطين. بكل تأكيد أي دولة مرتبطة بإسرائيل اقتصاديا سياسيا يعني على مختلف المستويات فهي بكل تأكيد سوف تعارض انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، يعني بكل تأكيد هذه الدول هي بعيدة عن الديمقراطية وبعيدة عن الإنسانية وبعيدة حتى عن الحقوق التي طالما صدعوا رؤوسنا بها ألا وهي حقوق الإنسان والمطالبة بكل ما يمكن أن يرقى بالإنسان. هذه الدول معروفة بعنجهيتها وكذلك معروفة بطغيانها، والدليل سكوتها على ما يحصل في فلسطين اليوم من مذابح وجرائم. 143 دولة تصوت بالأمم المتحدة تأييدا لعضوية فلسطين رغم مقاطعة 25 دولة التي تدعي بحقوق الإنسان. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. حديث ملفنا الثاني راح يكون مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشدر، حياك الله من جديد، أهلا وسهلا. كما سينضم إلينا المختص بشأن الإسرائيلي من فلسطين إسماعيل مسلماني، حياك الله أستاذ إسماعيل. أسعد الله أوقاتكم ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور صالح. شن هي الامتيازات التي ستمنح في فلسطين بقرار الأمم المتحدة ما بقيت دولة عضوة في الأمم المتحدة؟ نعم، اولا حقيقه علينا ان نعلم انه الحقيقه هي دوله فلسطين لحتى هذه اللحظه هي منحت صفه دوله مراقب وليس عضويه تامه او عضويه كامله، وبالتالي فهو حقيقه عضويه رمزيه. ولكن هذه المره عندما صوتت 103 بفضلك تفرق العضويه الرمزيه عن العضويه الدائمه. نعم، العضويه الدائمه حقيقه يحق لل البلد العضو في الأمم المتحدة المناقشة والتدخل والتصويت لصالح القرارات. العضوية المراقب لا يستطيع أن يصوت، ممكن أن يحضر الجلسات ولكن لا يصوت، وبالتالي من الحق المنافع التي حصلت عليها فلسطين الآن هي أن تكون لديها كرسي حقا في الأمم المتحدة، ويجلس الممثل الفلسطيني في هذا المقعد، وبالتالي يستطيع مناقشة الأمور ويستطيع اقتراح بعض التعديلات والقوانين التي تخص دولته فقط، ولا يحق له التصويت. أما العضوية المتكاملة يحق له التصويت في كل القرارات. نعم، إذا هذا تقدم فلسطيني واضح في المحافل الدولية. لما يتحدث عن بلده إلى مقعد في الأمم المتحدة هذا يعتبر تقدم. نعم، بالتأكيد هذه حقا إيجابية كبيرة جدا ونجاح لحقيقة الجانب الدبلوماسي. نعم. وللجانب حقيقة إنصاف للإنصاف حقا الدولي
ولكن أعتقد العضوية المتكاملة والعضوية الكاملة تحتاج إلى توصية من لمجلس الأمن للأمم المتحدة للحصول على الوضعية العضوية المتكاملة. نعم أستاذ إسماعيل، ذات السؤال أتوجه به لحضرتك، ما هي الحقوق والامتيازات التي حصلت عليها فلسطين بعد التصويت على قرار دعمها بالحصول على عضوية بالأمم المتحدة؟ بداية أولا، هذا التصويت يعد انتصار للشعب الفلسطيني، انتصار لقطاع غزة، لشهداء قطاع غزة الذين يعني رفعوا بكل أسمى هذه التضحيات والكارثة التي تحل وما زال القصف مستمر. هذا يعني انتصار للقضية الفلسطينية وأنها هي العدالة التي يجب من المفترض أن تكون هي صاحبة الحق. هذا التصويت الكاسح من 143 بحضور 177 دولة، هذا يعني ضربة وصفعة موجهة لإسرائيل. وشاهدنا جلعاد أردان كالعادة للمرة الثانية، سبق وقبل 4 سنوات مزق أمام الهيئة الأمم المتحدة فيما يخص وحينها الحقوق الإنسان، أيضا هذا تعبير عن غضب وعن هجية إسرائيل. بكل الأحوال، الامتيازات كما ذكر ضيفك الكريم واضحة جدا، أن هذا يأتي أولا في حق تقرير المصير. يعني الآن من المفترض بعد هذه الجولة أن يحال الموضوع إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن الآن أمريكا ليست لديها مبررا كافيا أن تقول، وإلا إذن هي شريكة مع إسرائيل بعدم قيام دولة، وصدعت رؤوسنا وهي تقول حل الدولتين. ويعني في الفترة الأخيرة التي شاهدنا من المبادرات، نعم، علما أن هذا يعني يعطي امتياز كما ذكر بالتصويت والمناقشة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. مئات القرارات في هيئة الأمم المتحدة كانت للشعب الفلسطيني، طيب، بالعديد، نعم، وبالتالي لكن المشكلة كانت تكمن في مجلس الأمن الذي تضع الولايات المتحدة نقض الفيتو تمنع لي، وهذا واحد من الانحياز لإسرائيل الكامل لها. هذا يعطي أولا أن الشعب الفلسطيني لديه أرض وبحر وجو وشعب كل أركان الدولة. ولكن أستاذ إسماعيل، الولايات المتحدة لا تخجل دعمها للكيان الصهيوني في كل المحافل الدولية. يعني حضرتك تذكر أكو قرار جزائري كان متبنى من قبل الجزائر لضم فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، وكان بالمقابل أكو فيتو أمريكي يعني لمنع هذا القرار. طيب رح يعاد هذا السيناريو بتوصية الأمم المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة تنطي فيتو على قرار انضمام فلسطين للأمم المتحدة؟ باعتقادي نعم. يعني هذه مرة أخرى يعني أمريكا وإسرائيل زواج كاثوليكي لا طلاق له، وبالتالي سوف تدعم بالمحافل الدولية. انظري ماذا قالت المؤسسات الإسرائيلية، سوف تضع أمريكا الفيتو. هذا يعني العضوية الكاملة تعني أنه من المؤهل وملتزم الآن الدول مجلس الأمن الذي يدعو لوقف إطلاق النار على سبيل المثال، هذا أقوى، هذا يعني الذهاب إلى قيام دولة فلسطينية في حدود عام 4 حزيران عام 67 بما فيها القدس، يعني الضفة وغزة القدس على حدودها. وبالتالي هذه قضية يعني أروقت منذ 30 عاما وأكثر، ووهم أوسلو الذي دخل بالوعود، وها هي اليوم يقول حل الدولة. لكن أمريكا ماذا ستقول؟ ستقول أن هذا ليس مناسبا أن يكون هنا التداول والنقاط، ويجب أن الطرفين يكونوا بشكل مباشر. هكذا تبرر الولايات المتحدة في كل تصويت تضع عليه الفيتو. نعم. طيب دكتور صالح، تمزيق صفحات من ميثاق الأمم المتحدة وصراخ بعض الموجودين عار عليكم، إلى متى تنتهي التصرفات الرعنة للكيان الصهيوني؟ استمر بقتل الأبرياء في قطاع غزة، ومر بمحاولة سلب الحقوق الدولية من فلسطين. نعم، التعنت حقيقة الصهيوني واضح في هذه المسألة، وبالتالي نعم، مثل ما ذكر ضيفك الكريم، هو حقيقة الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية. وعندما نقول إسرائيل أو الكيان الصهيوني، عفوا لكلمة إسرائيل، الكيان الصهيوني حقيقة هو الجانب المخابراتي للولايات المتحدة الأمريكية وجانب اللوبي الصهيوني. هنالك منظمات حاكمة
مثل منظمة حقا إيباك ومنظمة الجماجم والعظام، هي من تقود العالم ومن تقود الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا ولديها تأثير سياسي، وهذه المنظمات يهودية، وبالتالي الأجندة المخابراتية للجانب الصهيوني هو حقيقة صانع القرار السياسي الأمريكي الخارجي، وبالتالي حقيقة من الممكن أن نرى الفيتو حقيقة يظهر مرة أخرى في كل محاولة. هم قالوا إذا ماذا يريدون هسه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ماذا يريدون بالضبط من وجهة نظرك دكتور؟ أعتقد أنه ما يعني يحتاج إلى تفاوض جانب دبلوماسي كبير جدا، ويحتاج إلى ضغط شعبي من قبل دول العالم مثل ما حصل الآن، ولا سيما حقا الدعم العربي والإسلامي. على سبيل المثال جنوب أفريقيا قدمت حقيقة للمحكمة الدولية طلب لإدانة الجانب الإسرائيلي إذا ما حاول حقا اقتحام رفح، وبالتالي حقيقة حصول إبادة جماعية، ويناقش هذه الموضوع حاليا في حقيقة في المحكمة الدولية، وبالتالي هذا طلب من جنوب أفريقيا دولة واحدة، فكيف الحال إذا كان هناك طلب على سبيل المثال من قبل الاتحاد الأفريقي؟ رح يكون من قبل أكو ضغط دولي بالتأكيد، وبالتالي سيحجم الكيان الصهيوني. أستاذ إسماعيل، هل تعتقد أن مجلس الأمن سيمتلك الجرأة بإنصافكم أن سيخذلكم مرة أخرى؟ يعني حضرتك تعرف أكثر من 25 دولة رفضت امتنعت عن التصويت، وتسع دول رفضت هذا التصويت، يعني فلسطين تتعرض للخذلان مرات ومرات ومرات عديدة. تتوقع هالمرة راح يكون أكو فرق لو لا أستاذ إسماعيل؟ رغم أن المشهد السياسي والمتغيرات يعني اختلفت الصورة كلها، وخاصة السياسة الأمريكية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط والحسابات اختلفت، وهذا ما دعا الخلاف ما بين بالتفاصيل ما بين بايدن ونتنياهو حول موضوع الاستقرار في الشرق الأوسط. نتنياهو يحاول إدارة الصراع، بمعنى كل ما يريده في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يدير هذا الصراع أمنيا واقتصاديا. هذا جانب مهم بالنسبة، لا ننسى أن في منتصف الحرب يعني قبل 3 شهور عقد نتنياهو في الكنيست وحصل على 99 عضو من أصل 120، بمعنى أن لا تقام دولة فلسطينية وعدم الاعتراف في الدولة الفلسطينية. هذا بالإضافة أن إسرائيل غير جاهزة، ونحن نشاهد يعني الحكومة الفاشية التي يترأسها نتنياهو مع سموتريش وإتمار بن جفير منذ أن بدأت والحرب طاحنة في الضفة الغربية. ولكن أستاذ إسماعيل، هل الحكومة في فلسطين اليوم قادرة الضغط سياسياً؟ يعني هل هنالك توافق بصراحة فلسطيني داخلي للظهور أمام العالم برأي موحد؟ حول طبعا احنا لا ننسى أن الانقسام الفلسطيني له تداعيات وله تأثير، لكن هذه ليست شماعة يعني في نهاية الأمر. لا أحد يحق له التدخل في الشؤون الفلسطينية، بمعنى اليوم التالي لقطاع غزة هذا شأن فلسطيني وليس شأن أي دولة أن تتكلم. لكن المهم في الموضوع ردا على هذا السؤال أن الفصائل كلها هناك إجماع على قضية قيام دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران، وهذا المهم، وعلى رأسها حركة حماس. يعني هم لا هذه قضية يعني تحلها الانتخابات فيما يخص، وهناك يعني مشاورات في ذلك الأمر. هذه شماعة يحاول نتنياهو وبعض دول الاستعمار بأن لا هناك جسم موحد. أي نعم مهم جدا البعد السياسي والتيار السياسي، لكن هي ليست المعضلة أو يعني تشكل إرباكا للمنطقة، لطالما أن هذه التدخلات، انظري على سبيل المثال إسرائيل تسعى إلى تغذية الانقسام بشكل كبير في داخل المجتمع الفلسطيني، كذلك الأجندات الخارجية تلعب دورا وتساهم. بكل الأحوال كان هناك لقاءات، وكان آخرها اللقاء في الصين بين عزام الأحمد ومرزوق عن حماس، الذين قالوا بأن الأمور يعني تمشي بالمصالحة. طبعا هذا جزء يعني سيف ومسلط على رقاب الشعب الفلسطيني، لكن أعتقد أن الوحدة في الميدان لعبت دورا هاما جدا في قطاع غزة، وقلبت الطاولة رأسا على عقب، وقالوها أكثر الفصائل الفلسطينية نحن جاهزون
في عملية البناء والذهاب إلى انتخابات فيما يخص موضوع مجلس التشريعي، ثم انتقالا إلى الرئاسة. ولاحظنا قبلها إذا تذكرون قبل اجتماع الصين كان هناك اجتماع في موسكو، تم دعوة كل الفصائل، لكن نجحت أمريكا وإسرائيل بقطع هذا الشوط، وذهب بلينكين إلى رام الله وقال لأبو مازن عليك إصلاحات، وبدأ بتغيير الحكومة ووضع رئيس الوزراء حكومة. لكن لغاية هذه اللحظة أمريكا غير راضية، هي تريد إصلاحات في الأجهزة الأمنية، العبث في السلم الداخلي هذا متعارف عليه. لكن بكل الأحوال منذ عام 2021 معركة سيف القدس ووحدة الساحات وطوفان الأقصى السابع من أكتوبر، الأمور يعني تقترب إلى المصالحة بين فتح وحماس. مرة أخرى هي ليست شماعة، هذا شأن داخلي يعود بالشعب الفلسطيني يخص فلسطين وحدها. نعم، شكرا جزيلا المختص بالشأن الإسرائيلي من فلسطين إسماعيل مسلماني، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه التوضيحات. دكتور صالح الشدر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم، لنتابع. حمام حمودي والمندلاوي يؤكدان على الحوار والتوافقات كأساس لاختيار رئيس البرلمان ودعم الحكومة بتنفيذ برنامجها. رئيس الجمهورية يزور أربيل لبحث الأوضاع السياسية وحضور مؤتمر حول الجفاف وتأثير تغيير المناخ على السياسة والاقتصاد. السودان يرعى حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ويؤكد التوجه لاستثمار النفط في الصناعات التحويلية. وزير الصحة يرأس اجتماع لمناقشة القضايا القانونية والإدارية، ويوجه بسرعة حسم قضايا النزاهة وفقا للبرنامج الحكومي. صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل يعلن استرداد 90 مليار دينار من المتجاوزين منذ تأسيسه قبل 9 سنوات. وصلنا إلى ختام حصادنا لهذا اليوم، شكرا لكرم المتابعة وتصبحون على خير.